افتتح رسميا معبر جبل النصيب الحدودي بين الأردن وسوريا، حيث عبرت الحدود الأردنية إلى الأراضي السورية عدة سيارات في أولى مظاهر عودة العمل للمعبر المغلق منذ 3 سنوات. وعند الساعة 8 صباحا بالتوقيت المحلي فتحت البوابة الحدودية السوداء من الجانب الأردني من الحدود، فيما وقف أكثر من 10 من رجال الأمن والشرطة والجمارك قرب البوابة، ولم يحضر أي من المسؤولين الأردنيين مراسم الافتتاح الذي تقرر إثر اتفاق اللجان الفنية الأردنية السورية. من الحدود الأردنية السورية ينضم إلينا مراسلنا من هناك ليث الجبور. إذا ليث، كيف تبدو حركة التنقل على معبر جابر نصيب بعد افتتاحه اليوم؟ هشام، على بعد أمتار من هنا يقع معبر جابر نصيب الحدودي بين البلدين الأردن وسوريا. منذ ساعات الصباح الأولى بدأت السيارات الخصوصية والعمومية، سيارات السفريات، بنقل عدد من المسافرين إلى الداخل السوري. حركة النقل توصف بالبسيطة حتى اللحظة، لكن متوقع خلال الأيام الماضية أو القادمة أن تزداد. طبعا الأردن أعلن وبشكل رسمي أنه انتهى بالأمس من الاجتماعات اللجنة الفنية المشتركة بين الأردن وسوريا، والتي تمخض عن الإعلان عن بشكل رسمي عن افتتاح المعبر صباح هذا اليوم. حددت اللجنة المشتركة الأردنية السورية ساعات العمل من 8 صباحا حتى 4 مساء، وتحديدا هذه ساعات العمل التي قالت بأنه سيكون خلال ساعات العمل هذه دخول الأردنيين المسافرين أو المواطنين الأردنيين بالمغادرة، يسمح لهم إلى سوريا بدون أي موافقة أمنية، وسيسمح أيضا للشحن الأردني بالمغادرة لسوريا حسب الاتفاقية الأردنية السورية. أما بما يخص للأردنيين المقيمين في سوريا فسيسمح لهم بالدخول للأردن عبر المركز الحدودي الذي نتابعه الآن، كما سيسمح أيضا للسوري المقيم بالأردن أو دولة ثالثة بأن يسافر إلى سوريا عبر هذا المركز الحدودي بشريطة أن يكون يحمل وثائق سفر سارية المفعول. طبعا هذا الاتفاق أيضا سيجيز للشحن السوري، هذا الاتفاق سيجيز للشحن السوري كذلك بالدخول مرة أخرى إلى الأردن، لكن بشرط الحصول على موافقة أمنية مسبقة، وهذه الموافقات الأمنية يجب أن تكون من الداخل السوري. يعني الإجراءات الأمنية هنا شديدة هشام. مدير إدارة الحدود وكان قد أوعز لعدد من أفراد الدرك بأن يعني يكون بيزادوا عدد المفرزة الأمنية المتواجدة في المركز، ويعني بالفعل يعني هناك تواجد لأعداد كبيرة من المواطنين، يعني بعد إغلاق دام 3 سنوات تواجد عدد كبير المواطنين الذين يعني متفاجئين من افتتاح المعبر ومتفاجئين من دخول عدد من سيارات السفريات والسيارات الخاصة إليه. ليث جبور مراسلنا من أمام الحدود السورية الأردنية، شكرا جزيلا لك.